فيصل خالد ملك الجمال اسيا والمحيط الهادي منورانا في وشي وبرحب بيك. ميرسي. النهارده كلمينا عن حضورك ديفيلي بهيك حسين. طبعا انا مبسوطه جدا، بهيج من احسن الفاشن ديزاينرز الموجودين في مصر، وانا مبسوطه جدا بوجودي هنا. ايه اللي اتغير بعد اللقب؟ حاجات كتير جدا يعني. عامه المفروض ان انا ان شاء الله مسافره المسابقه بتاعتي يوم الاحد اللي جاي، يا ريت الناس كلها تدعيلي. عامه الثقه بنفس بتزيد اكتر كل شويه، التوتر بيقل، بنبتدي نبقى عندنا سيلف كونفيدنس، عايزين نعمل حاجه احسن، عايزين نشرف اسم مصر بره. بس ايه الحاجه اللي حاولتي ان انت تحرصي عليها اكتر في شكلك بعد اللقب؟ ان انا اكون موجوده بشكل لائق بيا في اي مكان انا موجوده فيه، لان المفروض ان انا لما هسافر بره هيبقى اسمي مصر، يعني ان انا بمثل مصر بينسوا الناس ساعتها اسمي، بينادوني باسم مصر، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشرف مصر عشان اسمها يفضل عالي. اكيد طبعا. النهارده اشمعنى اخترتي اللون ده؟ هو عامه من الالوان اللي انا بحبها البيربل، فكنت شايفه ان هو هتبقى حاجه حلوه ان انا البسه النهارده.